كان نفتا للحرام وحرمه للحلال. ان التمائم المحافظه لمصر هي تلك اللقمه التي تصنعها المآذن الشهادتين وترنمها الكنائس بتغريدات السلام والانسانيه. وقد انكسرت على صخره وحدتها سهام النماذج على مر التاريخ، فتخطف لحومهما الطير الجائع تطهيرا لارض مصر الطاهره. واؤكد على ان الجماعات الارهابيه بمختلف مسمياتها وانواعها، بدءا من القاعده وانصار بيت المقدس وتنظيم داعش الارهابي، ولا اقول تنظيم الدوله الاسلاميه وتنظيم جبهه النصر، جميعها تحمل عوامل انهيارها من داخلها بفضل من الله وجهود رجال مصر من الجيش والشرطه الذين يدافعون عنها بارواحهم ودمائهم. كما اشير الى ان تنظيم جبهه النصر والتي ينتمي اليها المتهمون المهزمون الان قد خرجت من رحم تنظيم القاعده في بدايات عام 2012، وبعد ان قويت شوكته انكر مؤسسوها بيعتهم لتنظيم داعش الارهابي، واعتبروا انفسهم احدى فيارق تنظيم القاعده. وفي عام 2016 غيرت اسمها الى جبهه فتح الشام، ثم اعلنت انفصالها عن تنظيم القاعده. وقد ارتكبوا من الجرائم والافعال ما يشيب لها الولدان حتى اصبحوا مجرمي الحرب. وقد تاكد للمحكمه بشاعه افعالهم وجرمهم الشنيع من خلال ما شاهدته في تلك الاسطوانات المدمجه والاوراق المضبوطه لدى المتهمين. هذا فضلا عما كان المتهمون يكفرون القيام به من عمليات وتدبيرات مهدوا لها برفض بعض الاهداف كقسم شرطه اول طنطا والخدمات المعينه لتامين المسجد الاحمدي وبعض ضباط وافراد من الشرطه والقوات المسلحه ورجال القضاء وبعض الشخصيات العامه واخواننا المسيحيين وامور عباداتهم واستهداف السفيره الامريكيه. ولولا يقظه رجال الشرطه البواسل من الامن الوطني لحدث ما لا يقبل عقباه. ولذلك فان المحكمه توجه الرسائل في كلماته لهؤلاء المتهمين وتنظيم جبهه النصره وتلك الجماعات الارهابيه باسمها. اولا، انكم اصحاب حجه واهيه، وان افكاركم ما هي الا سفاهات شيطانيه تقودكم الى الهلاك وسوء العاقبه يوم ان سلطتكم على اعظم بنيان على وجه الارض، بنيان الله الا وهو الانسان. ثانيا، ان دعوتكم وافكاركم وعقيدتكم وعقولكم الخائبه ما هي الا دعوه للجاهليه والجهاله والبغي، وانا على سنه ديننا ووطنيه قلوبنا وعزه ارضنا مستمسكون. ثالثا، ان مصر لن يجذب واديها ومعاذ الله ان يكون وفينا الشهداء حصونا شامخه وضروعا واقيه وبحور عطاء لا يزرع والدوها ولا ينجو فراعنه القدر من الغرق فيها. حفظ الله مصر قلعه امنه مطمئنه تتوشح بالسلامه والسلام. حفظ الله مصر يغمرها العدل والوئام. حفظ الله مصر يسودها الامن والامان. حفظ الله مصر وحفظ رجالها وابنائها المخلصين القائمين عليها. عاشت مصر وسلمت روح عزتها ورضي الله عن شهدائنا الابرار. من اجل ذلك وبعد الاطلاع على الاوراق والمواد 304 فقره 2 313-384 من قانون الاجراءات الجنائيه والمواد 17 28 و30 و32 و432 و41 فقره 1 و86 و86 مكرر الفقرات 1 و2 و3 و36
86 مكررا واحد و86 مكررا ثاني من قانون العقوبات والمواد 1 و3 و7 و12 فقره 1 و2 و13 الفقرات 1 و2 و4 و21 و23 فقره 31 من القانون رقم 94 لسنه 2015 بشان اصدار قانون مكافحه الارهاب والمواد 1 و6 و26 فقره 1 و30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل والجدول رقم 2 المرفق حكمت المحكمة حضوريا للثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وغيابيا للأول والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. أولا بمعاقبة كل منه محمود كامل البرد، مصطفى كمال مصطفى حشيش، محمود صلاح الدين الدمداش البسه، محمد احمد عباس لكي والمكنى ابو انس، طارق علي عبد النبي احمد، ميسره احمد فؤاد عبد العليم سيد احمد، عطيه محمد عطيه شبل شحاته، مسعد احمد مسعد البلقيني، ياسر اسماعيل احمد اسماعيل، محمد فوزي عبد العزيز مصطفى، يوسف احمد السيد عبد الجليل، محمد عبد العزيز احمد الهديل، محمد احمد السيد ابراهيم، الحرمي ابو جعفر بالسجن المؤبد. ثانيا بمعاقبه محمد علي عبد النبي احمد، محمد السيد عبد اللطيف شوكيك، حسن محمد حسن علي الزناني بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. ثالثا اعتبار تلك الجماعة من الكيانات الإرهابية واعتبار المتهمين جميعا إرهابيين عملا بأحكام القرار بقانون رقم 8 سنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. رابعا تغريم المتهمين بالتضامن فيما بينهم مبلغ 3 ملايين جنيه مصرية. خامسا وضع المحكوم عليهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة. سادسا مصادرة جميع المضبوطات. سابعا إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف بنائها. رفعت الجلسة.